طب بما ان حضرتك جراح قلب، تمام. امتى بيلجأ المريض لعملية جراحة في القلب؟ تمام. طبعا يعني هو السؤال ده هيحتاج شرح طويل، بس انا هحاول برضو يعني اوجزه لحضرتك. هو احنا عندنا تو مين بارتس او جزئين مهمين جدا، هي جراحه الاطفال ودي تشمل العيوب الخلقيه للاطفال، وجراحات القلب للكبار. والكبار دي بنقسمها لاثنين مين بالكس او اثنين جزئين كبار قوي، هم جراحات الصمامات وجراحات الشرايين التاجيه. في طبعا جراحات الشريان الاورطي من انشطار او تمدد في الشريان الاورطي، في جراحات بتبقى نادره شويه زي جراحات اورام القلب، انما مين او الجزئين الرئيسيين هي جراحات الصمامات وجراحات الشرايين. طب يعني ايه جراحه قلب مفتوح؟ تمام. جراحه القلب المفتوح هي يعني انشئ الاسم ده لما ابتدت تظهر حاجه اسمها مكنه القلب الصناعي. مكنة القلب الصناعي دي ان احنا بنوقف القلب اثناء اجراء الجراحه، ويتم تحويل الدوره الدمويه بالكامل خارج القلب، ونوقف القلب عن العمل لحد ما ننتهي من اجراء الجراحه. بعد كده نبتدي نعيد الدم تاني للقلب، ونبتدي نخلي القلب يعمل بصوره طبيعيه تاني. فهو القلب المفتوح ده ابتدى مع وجود مكنه القلب الصناعي، عشان كده سمي قلب مفتوح. مكنه القلب الصناعي دي معناها ان احنا بننقل الدوره الدمويه كلها للقلب الصناعي لحد ما نخلص شغلنا في الجراحه. تمام. وبعدين بنرجع الدوره الدمويه تاني للقلب الطبيعي. بالظبط، لان احنا بنوقف عضله القلب اثناء جراحه القلب المفتوح، فلازم حاجه تحل محل القلب كمضخه لحد ما القلب يرجع لعمله الطبيعي تاني.